أهلا بكم مجددين معي الكرام في كل مكان عبر الصباحات السودانية في فقرة لمن يهمه الأمر، الحديث حول موضوع جدا مهم، التعرف على الاكتئاب وكيفية التعامل معه. دائما أقول لك والله أنا مكتئب يا أخي، أنا زهجان، أنا كده، يعني ما تقدر تفرق بين إنك 200 تكون مكتئب 200 تكون زهجان 200 تكون في مزاج معكر وما شابه، لكن عشان تتعرف على المعلومة الصحيحة يقول لك لابد أنك تزور طبيب. فأنا أقول لك لو مشيت لطبيب علم النفس يا أخي أنت مجنون أنت كده، لكن هي حاجة يعني ثقافة مفروض تكون عندنا موجودة. أسعد جدا بالحوار والنقاش مع طبيبتين داخل الاستوديو، الدكتورة دينان وروان علي يوسف شقيقات، مرحبا بكم، صباح النور. كيف تمام؟ كيف أخباركم؟ الحمد لله. كيف أصبحتوا؟ كويسين الحمد لله. كويسين الحمد لله. الحمد لله. مرحبا بك. طيب بداية نبدأ في منو؟ كبيرة فيكم منو؟ دينان. خلاص دينان. أنا عرفت إنه أنتوا عندكم تطبيق أو جروب على السوشيال ميديا برضو بتساهموا بدرجة كبيرة جدا. في الفيسبوك وفي الانستغرام. كل النصائح والإرشادات. حلو جدا. طيب 200 انا اعرف انه يا اخي انا مكتئب وكيفيه انا اتعامل مع الاكتئاب، ممكن يكون زهجان بس او مزاج معكر للحظه، لكن الاكتئاب بنعرف انه بيستمر لفتره. طيب هو بيبتدي بانه مثلا انا بكون قلقان في البيت، مثلا ما عاد مثلا نشوف الناس كويس، وحتى بكون بالخنوقين شديد. يعني ما بنقدر يعني ما يكون عندي نفس شديد، يعني ما بنشوف الحياه عشان كذا. يعني كمان روان اي كمان يعني احنا ما نكون عندنا نفسنا من المواهب، يعني المواهب حقتنا اللي نحبها او الحياه اللي اصحابنا نزورهم او كده، ما بنحب نعمل يعني مثلا بنحب نرسم او بنحب نعمل حياه كده، ما يعني ما بنكون توقف في حياه. الدنيا حقتنا كلها بتكون مقفله يعني. معك شديده بيستمر لي فتره عنده فتره معينه يعني ممكن 3 شهور لست شهور أو ممكن أكتر. سنه يعني ممكن حتى ممكن اكثر. في ناس بيكون عايشين طول عمرهم مكتئبين ولا لا ما في فترة معينة، يعني بتكون حسب الزول. يعني بتكون مثلا ناس تعاملنا معهم بيكون مثلا مدة مثلا سنة أو سنتين بالكثير. وكمان في ناس بيلخبطوا الحزن بالاكتئاب، يعني مثلا زول في وفاة في العيلة بيفتكروا يعني لو في زول مثلهم، يعني هو اكتئاب يعني مرحلة من الحزن. يعني في مراحل كتير، في زي 5 مراحل، فبس ده جزء منه. طيب انا بدي اسال سؤال، يعني انتم فريقكم سنتين من بعض ولا 4 سنه؟ سنتين. طيب سنتين ودارسين نفس المجال، الحاجه دي ارتباطها بشنو يعني من الغرض فيكم، الفكره الاساسيه لدراسه علم النفس؟ والله هي حقيقه امي درست سايكولوجي الاحفاد، فهي طبعا اثرت فينا شويه، فعشان يعني كده فاهمه ومخواسه وكده، يعني ما بتخنقنا ما كده يعني. فلقينا بان هي فعلا يعني فاهمه وكده، يعني عجبني الموضوع. اثرت فيكم خلتكم تدرسوا علم النفس؟ درستوا سوا؟ لكن هي كاونسلنج روان وانا يعني مع الاطفال اكثر. وانا مع الاطفال اكثر. طيب فكره انشاء تطبيق او جروب على السوشيال ميديا والتعامل مع ناس بدرجه مختلفه، يعني من انت بتتعامل مع زول خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ما بتكون شايفه وما بتكون في اي كونتاكت ما بينك، تواصل ما بينك وما بينه. في علم النفس عندكم بتقول انه التواصل مع الشخص ذو الحاله، من غير ما نقول مريض، يعني عنده الحاله معينه لابد يكون في تواصل مباشر. أيوة. بتتعرف عليه وتشوف مشاكله شنو ترصده من خلال الدول الروشيتا، بتتواصلوا من خلال السوشيال ميديا. الفكره شكلها كيف؟ يلا هي بتكون عباره في الواتساب، في الانستغرام، على حسب الزول. الزول بيختار مثلا سكايب، اللي بيكون عندنا 3 وسائل اللي هي الهاتف والبوست مسج اللي بتكون يعني عبر الهاتف وكمان وجه لوجه في السكايب وفي الايمو وكذا، يعني على حسب الزول هو ده. وطبعا عندنا رسائل، يعني مثلا في ناس بدهم رسائل عامه بيحكوا لهم مشاكلهم ونحن بنساعدهم في يعني هم اكثر حاجه الناس بيختاروا الواتساب. الواتساب اكثر رسائل. طيب انتوا بتحسوا من خلال الرسائل دي مثلا روان، يعني انتوا والله فعلا بتقدموا المعلومه الصحيحه، بيتم التواصل معاه بشكل كويس؟ يعني في ناس بيحب يكتب رسائل طويله وكذا يعبروا بالكتابه اكثر، وفي ناس بيحب يعبروا بالكلام، فبيقوم يرسل لنا يعني رسائل صوتيه. ممكن كمان يطلب مننا نحن نعمل معنا جلسه بالتليفون، يعني على حسب الحاله. طيب انا زهجان ومضايق والله حياتي ما ماشيه كويس، يعني منعزل في البيت، لا أقدر أكل ولا أقدر أشرب ولا أقدر أطلع ولا أقدر أمشي أعمل حاجة، حتى الواحد ممكن ينقطع عن العبادات بشكل يعني مباشر جدا.
لما الواحد تحيط به مجموعه من المشاكل زي دي بتنصحه بشنو؟ يعني التعامل كيف مع مريض في الحاله زي دي؟ لازم زول يتكلم، يعني ما ممكن يكتم، ما ممكن لو ما بيتكلم. طيب لا لازم لازم هو لو ما بيتكلم مع يعني زول غريب ممكن يتكلم مع زول من عيلته، اصحابه مثلا، ممكن اصحابه ممكن، بس لازم يفضفض. لكن يكتم ويقول لا يعني ما في زول زيي، ما في زول عندي نفس الحاله اللي هو مريب يعني انا مريبها، ما ممكن يحصل كده، لازم يتعالج. طيب الجلسه بتكونوا تكونوا فيها الاثنين ولا واحدة فينا؟ واحدة فينا، يعني مثلا لو بتمسك حاله ولا بمسك حاله. طيب كده دارين نتعرف يعني المدخل، يعني انتوا كده المريضه والمجيك بتتواصلي معاهم كيف؟ الفكره بتكون كيف؟ الشكل الحديثه تكون شكل كيف؟ اول حاجه بنسلم عليهم طبعا، وبعدين بنقول لهم الاسم والمشكله، هم بيحكوا لنا المشكله بالكلام او برساله صوتيه. بعدين بناخذ معهم بيحكوا لنا مشكلتهم، بعدين بناخذ معهم مواعيد يعني حسب الاسبوع، مثلا بياخذ في ناس بياخذ اسبوع، في ناس بياخذ شهر، وفي ناس بياخذوا يومين. يومياً. ومن خلال الفضفضة نحن نشخصهم، يعني نقول عندهم المرض ده والمرض ده وكده. اللي هو بيتم تدوين ملاحظات حول. طيب في حالات مستعصية كان صعب علاجها وقمتوا بعلاجها الاثنين؟ الإدمان. الإدمان كان صعب شديد. لأن هي عامل لينك بين الاكتئاب والتوتر وحاجات كثيرة مع بعض. كلها مع بعض. طيب لو جينا تحدثنا برضو حول الإدمان، هل هو أقصد الاكتئاب، هل هو درجات مختلفة ولا ممكن يكون مكتئب شديد؟ لا مكتئب أقل شوي. هو في اكتئاب براء وفي حاجة اسمها bipolar disorder. bipolar disorder دي يعني معناتها فرحة فرحة يعني مزيفة، وفي مراحل كده، وفي يعني اكتئاب شديد. فمثلا 3 شهور بيكون مكتئب شديد، يلا بعد 3 شهور بيكون فرحان شديد. بحيث الحالات الطارئة بتكون مثلا الناس بيقطع نفسه بالموس مثلا، بيكون عندهم تحارب مثلا، ممكن كمان يؤذوا نفسهم، يؤذوا نفسهم يعني مثلا بالحبوب، بيشرب حبوب كثيرة عشان اي حاجة بيقعد في قدامه بيعملها، يعني عايزين يموت في اي طريقة. طيب في الاكتئاب عنده هو ممكن نقول يعني نتيجة لردات الفعل، علاقات عاطفية، اشياء مختلفة، علاقات أسرية، كمان الشخصيات المختلفة، يعني بيجيهم اكتئاب يعني ممكن شخصية نرجسية، بيجيها اكتئاب عشان الناس ما بيحترموا بيها أو ما بيقدروا شغلها أو كده. طيب يعني إحنا معانا متصل محمد صديق من الخرطوم، صباح النور. صباح الخير يا أستاذ. مرحبا بك يا محمد، كيف أصبحت؟ الله يسلمك. الله يسلمك، تفضل. رمضان كريم عليكم. وعليك يا رب إن شاء الله، وعلى كل الأمة الإسلامية في كل مكان. يعني موضوعكم الاهتمام، علينا صوتك شوية يا محمد. قالك بجد موضوعكم الاهتمام يعني. طيب حابب تشارك بشنو؟ لا حابب اشارك يعني، عايز يعني اوضح لنا طريقة بتاعت يعني كيف انه الواحد يعني يتجنب الاكتئاب او يتجنب انه كيف يعني ما يكون زول مكتئب، يكون زول مرح كده، ما يهتم بالاكتئاب كثير. حاب يعني الضيوف الكرام يعني يوضحوا لنا الطرق اللي تخلينا احنا يعني ما نهتموا كثير او ما نديوا اهتمام زايد عشان ما يأثر فينا نفسيا. طيب لو عندك سؤال ممكن توجهه لهم مباشره، دكتوره دينان ودكتوره روان، عندك سؤال مباشر عايز توجهه؟ جدا جدا ايوه. طيب يلا هم سامعينك الان. كيفك تمام؟ السلام عليكم. محمد. كيفك كويس؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. صباح الخير عليكم. طيب متى حصل الفترة دي متى الاكتئاب؟ طيب يا دكتورة. محمد اسمعنا من صوت التلفون يا محمد، اقفل صوت التلفزيون. حاضر حاضر. عشان يسمعوك بوضوح. حاضر. طيب يلا ها. طيب سؤال. أنا عندي صاحبي يعني بقعد معه كثير وبحاول إنه يعني أقلل من قيمة إنه طبعا هو عنده اكتئاب مبالغ، كان زميلي في الجامعة وكذا قدر ما إني أقعد معه، بحاول إني أتجنبني إنه يقعد معي ما يتفهمني كويس، يعني الحكاية دي أنا ضايقتني وحسيت إنه هو زول رافضني يعني من ناحية مثلا أخلاقية مش أنت، حاولت أجب عليه اطلع معه اقعد معه
يعني الحياة من الجوال دي أنا أحاول أغيرها شوية، لأن قعدت معاه كتير كتير يعني بدأت شوية كده الحل في دي تقل، يعني كان التعب كده مبالغة وفترة ظروف كده عاطفية معلش يعني، بس خلاني يعني الحياة دي تجي. أنا لما يعني جربت منه شديد لما بدأ يحكي لي بدأ يعني يشرح لي الحاصل إنه كده وكده وكده، يعني في فترة وجيزة أنا خليته شنو يعني الحالة السودي تخف، وإن يكون يعني ما قبل مرة، لكن اللي هو كانت يوم قلت يعني قلت من 60% يعني والله يعني طيب الطرق ممكن أنا زمان أقول يعني ما أراد أتكلم معنا في البيت، ما أراد أتكلم مع أصحابي، بس شخصيا كثير لا يعني اللي بديت أتكلم معه. طيب يعني نشوف بدوني بطريقة يعني طيب. هو فهم إن أنا أقول يعني أديه معلومات منك وأنتم أنا كنت أدرى بالكلام ده وأنتم تتعرفون بتخصصكم أنتم. طيب كويس يا محمد. محمد ايوه طيب نحن حنشوف دكتوره دينان ودكتور روان حيقولوا لك شنو. شاكرين لك جدا، خليك متابع معنا. طيب يمكن هو سكر انه استطيب وكان بيمر بحاله عاطفيه برضه في عديد من المشاكل وعديد من الاشياء الصدمات يعني تحدثنا عن الموضوع ده، لكن محمد برضه ذكرنا به بطريقه ثانيه. يلا ممكن تقول لي تاني طيب يعني هل هي ممكن تسبب الاكتئاب الصدمات العاطفية بشكل كبير؟ أكيد أي صدمات يعني ممكن صدمات عاطفية، ممكن صدمات في حياتنا أي حاجة زي دي. يلا هو هو المفروض يعرف المشكلة هي شنو بالضبط. يعني هو ما يسكت ساكت، المفروض يتكلم مع حبيبته. يعني يتكلم معها يشوف برضه يعرف السبب من وين، يعني ما هي بس ما من طرف فاتي، بنفوت تكون طرفين. يعني هم لازم يتجمع مع بعض يتكلم مع بعض يشوف السبب وين. يعني هو لو أخذ مواقف منها لازم هو يواجهها، يعني يوري أنا أخذت مني موقف كده كده كده، يعني أحسن يتكلم معها لكن أحسن يواجهها. طيب طيب احيانا برضه والله يقول لك يا اخي انا شكلي ما عاجبني. واحد ممكن يكون مكتئب من شكله ويقول لك والله يا اخي انا مثلا عندي كرشه مثلا، انا شكلي والله ما لوني الشكل، حتى عند البنات بنلاحظ المشاكل دي يعني. ناس بيكون شكلها ما عاجبه ممكن يكتئب من الحاجه دي. في ناس كتار يعني مثلا على حسب الزول، يعني في ناس بياكلوا كثير وفي ناس بياكلوا قليل، فيلا على حسب الشخصيه. لكن دي مشكله يعني دي مرض ثاني اسمه انوركسيا، يعني لو زول فقد الشهية عشان هو فاك نفس السمين. يعني دي دمر التاني براه، يعني هو عشان السوشيال ميديا والميديا والحياة كده يعني بتأثر بيها يعني. طيب انتوا في السوشيال ميديا شنو أبرز المشاكل اللي بتجيكم؟ يعني بتتواصلوا معاه بيتم من خلال تقديم النصائح؟ أكثر الخوف الاجتماعي والتوتر والاكتئاب. الخوف الاجتماعي. طيب علاج الخوف الاجتماعي بنسمع عنه كثير جدا يعني. علاجه شنو؟ علاجه حاجة اسمها CBT. CBT يعني أنا بقوم أديه زي تمارين يعمل عكس الحاجة هو متعود عليها. يعني مثلا هو متعود يقعد في البيت، أقول له أطلع شوف أصحابك، أو مثلا هو يقول لي أنا عندي صاحب واحد، أو أقول له أطلع شوف أصحابك ده تونس معه وقضي معه وقت. مثلا يقول لي لا أنا ما داري مش الجامعة، يقوم أقول له يعني عكس الحاجة ممكن يحصل كده. أو مثلا لو هو عنده توتر زائد، ما الناس عندهم وسوسة يعني وسوسة زايدة، مثلا ممكن يقول ستوب للوسوسة الزايدة دي. يعني كمان الغذاء والحياة يعني حياة كثيرة ممكن يعني. طيب دكتورة ديان في الختام كده لازم تقدم نصائح لكل الناس اللي بيشاهدونا وبيسمعونا في كل مكان، شو نبرز النصائح عشان ما أنت ما تصاب بالاكتئاب وتتجنب؟ طيب الحاجة الحقيقة المفروض الناس يعملوها يواجهوا الحاجة ويعرفوا السبب وين، وكمان لو عندهم مواهب المواهب كويسة شديد طبعا، لو الناس بيحبوا مثلا عندهم مشروع معين مثلا، أو مثلا عندهم الرياضة كمان كويسة شديد لأن هي بتخفف على الضغوط والحياة دي. وفي حاجات كثيرة تانية ممكن يعملوها، لكن أسبب حاجة إنه هم يواجهوا الأسباب، يواجه المشكلة الأساسية. كمان يتكلم ممكن مع دكتور نفساني يعني عادي.
لجوء الطبيب حاجة مهمة جدا. شكرا لك دكتورة دينان ودكتورة روان علي يوسف معالج نفسي، كنت معنا في الصباح والحديث حول الاكتئاب والتعرف على أسباب وكيفية معالجته النساء. شاكرين لكم جدا وإن شاء الله ما نجيكم في اكتئاب. شكرا، خليكم معنا. نطلع لفاصل ثاني للإعلام، نتابع لكم الجديد عبر الصباحات السودانية، لا تذهبوا بعيداً.